الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا هو درس المنادى. في هذا الدرس نتعرف على بعض الأمور، هو تعريف المنادى. تعريف المنادى، الأدوات التي ينادى بها المنادى. بعد ذلك أحكام المنادى، هل كل منادى يكون معربا أم أن هناك أسماء تعرب وأسماء تبنى عند النداء. النداء هو طلب، ما نيجي نعرف النداء حضرات نقول طلب المتكلم من المخاطب الإقبال عليه أو الإصغاء إليه. أنا ما أجي أنادي على أي إنسان يا محمد، إما أن أنا بأنادي عليه يقبل علي من مكان، أو أن هو موجود معايا في المكان بس بطلب منه الإصغاء أو إيه أو السكوت. تمام. الأصل في المنادى أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي. يعني عندما أقول يا محمد فكأنني قلت أنادي محمد أو أدعو محمدا. يبقى إذن الأصل في المنادى أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي. طيب، أدوات النداء يا حضرات، عندنا أدوات للمنادى القريب. يعني أنا معي إنسان بجواري أريد أن أنادي عليه. أنادي عليه بأي شيء، إما الهمزة أو أي. يبقى كلمة أي والهمزة لنداء للمنادى القريب. يعني أريد أن أنادي على إنسان قريب مني فأقول يا أي محمد أو أمحمد بأي أو بالهمزة. طيب لو كان بعيدا يبقى أيا وهيا. أيا محمد أقبل، إذا كان منادى بعيدا. طيب إذا كان متوجعا منه أو متفجعا عليه، يعني أقول مثلا ورأسا، هذا أسلوب ندبة يستعمل له وا فقط، يبقى وا خاصة بأسلوب الندبة. طيب هناك حرف نداء يجوز أن ينادى به كل شيء، القريب والبعيد، وهو يا. يعني يا محمد اجلس، هذا بالنسبة للقريب. يا محمد أقبل، بالنسبة للبعيد. طيب أحكام المنادى حضرات، الاسم الذي ينادى إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا على ما يرفع به. لو كان معربا يعني إيه الكلام ده؟ هناك أسماء عند ندائها تكون معربة، وهو الاسم المضاف أو الشبيه بالمضاف أو النكرة غير المقصودة. المضاف الكل يعرفه، مضاف ومضاف إليه، وهو عبارة عن كلمتين الأولى تضاف إلى الثانية وبينهما تعلق معنوي. يا طالب العلم، يبقى هنا طالب منادى معرب منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الفتحة الظاهرة. يا أبا محمد، كلمة أب منادى منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الإيه؟ الست. طب الشبيه بالمضاف بقى، إحنا عارفين المضاف والمضاف إليه، لكن الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. اتصل به شيء من تمام معناه. عندما أقول يا طالعا واسكت، هل حضرتك فهمت حاجة؟ فهمتش حاجة. لا يتم المعنى إلا إذا أكلت يا طالعا جبلا، يا طالعا مرتفعا، يا طالعا أي شيء. لابد أن تأتي بكلمة بعد كلمة طالعا لكي يتم المعنى. لذلك سموه شبيه بالمضاف، لأنه اتصل به شيء يتمم معناه. طيب حكمه إيه؟ حكم المنادى ده الشبيه بالمضاف أيضا منصوب، مثله مثل المضاف تماما. يبقى المضاف يا طالب العلم منصوب، والشبيه بالمضاف يا طالعا جبلا أيضا منصوب. ما بعد الشبيه بالمضاف هذا حضرات يكون معمولا له، إما أن يكون مفعولا له
زي طالعا جبلا، أو مجرورا بحرف جر يا قارئا للقرآن، أو فاعلا له يا حسنا خلقه. فكلمة خلق فاعل لكلمة حسن. يبقى الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وما بعده يكون معمولا له، إما أن يكون مفعولا له أو مجرورا بحرف جر متصل به أو فاعلا له. طب النكرة غير مقصودة يا حضرات؟ احنا قلنا المنادى المعرب الذي ينصب إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. يعني إيه نكرة غير مقصودة؟ يعني نكرة غير معينة. عندما مثلا يقع إنسان أعمى في حفرة ويقول يا رجلا خذ بيدي، هذه نكرة غير مقصودة غير معينة، هو لا يقصد رجلا بعينه، هو يريد أن يخرج من هذه الحفرة فيقول يا رجلا خذ بيدي، فرجلا نكرة غير مقصودة. يبقى إذن المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة يكون معربا، يكون منصوبا، سواء بقى بالفتحة حسب السياق، لو كان مفرد هيبقى منصوب بالفتح، لو كان مثنى هيبقى منصوب بالياء، لو كان جمع مذكر سالم هيكون منصوب بالياء، لو كان اسم من الأسماء اسم من الأسماء الخمسة هيكون منصوبا بالألف. طيب متى يكون المنادى مبنيا وليس معربا؟ إذا كان علم، أقول يا محمد، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب، يعني هو لو كان مرفوع كان هيرفع بإيه؟ بالضم، يبقى يبنى على الضم، ده معنى يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. طيب يا محمدان لو كان مرفوع كان هيبقى مرفوع بإيه؟ بالألف، يبقى يبنى على الألف في محل نصب. طيب يا محمدون مبني على الواو في محل نصب، وهكذا. يبقى المنادى المبني يكون المنادى العلم المفرد يكون مبنيا على ما يرفع به، قد يبنى على الضمة وقد يبنى على الألف إذا كان مثنى، وكان يبنى على الواو إذا كان جمع مذكر سالم. وكذلك النكرة المقصودة بقى، النكرة المعينة، لو أنا في الفصل وأقول يا طالب وأقصد طالبا بعينه، يا طالب أعطني قلما، هذه نكرة مقصودة معينة، النداء يعرفها ويجعلها مقصودة فتأخذ حكم العلم فتكون مبنية أيضا مثل الإيه؟ العلم. يبقى إذن المنادى إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. المنادى المعرب هو المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، المنادى المبني هو العلم المفرد والنكرة المقصود. طيب كيف أنادي الاسم المقترن بأل أحبابنا الكرام؟ أتوصل إلى ذلك بأي أو أيتها، يعني مثلا كلمة الإنسان أنا أريد أن أناديها، هل أقول يا الإنسان؟ لا، لا يجمع بين يا والمقترن بأل. طيب نأتي بوسيلة أخرى وهي كلمة أيها للمذكر وأيتها للمؤنث، أقول يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة. طيب لا يجوز الجمع بين حرف النداء والمقترن بأل إلا في لفظ الجلالة، أقول يا الله فقط، يا الله، وتكون الهمزة هنا همزة إيه؟ قطع. تمام. وقد تحذف هذه الياء، تمام، ويعوض عنها بميم في الآخر، في آخر الكلمة، أقول اللهم، تمام، اللهم، الميم هنا عوض عن ياء المحذوف. يبقى إذن لا يجمع بين حرف النداء ياء والمقترن بأل سوى لفظ الجلالة فقط أحبابنا الكرام. ويجوز أن تحذف هذه حرف النداء ياء، يجوز أن تحذف ويعوض عنها بميم في آخر الكلمة، نقول اللهم. إذن ملخص درس المنادى
أحبابنا الكرام، أسلوب النداء هو طلب المتكلم من المخاطب الإقبال عليه أو الإصغاء إليه، ده معنى النداء. هذا الأسلوب له أدوات، أدوات ينادى بها القريب هي أيوة الهمزة، أدوات ينادى بها البعيد هي أيا وهيا، أدوات تستعمل في الندبة فقط وهي حرف واحد وهو وا، ورأسا، وقلبا، وأسفا، أدوات ينادى بها القريب والبعيد معا يعني تصلح الاثنين وهو حرف واحد وهو إيه؟ يا. طيب الأسماء التي تنادى أحبابنا الكرام إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. الأسماء المعربة هي المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، والأسماء التي تكون مبنية في النداء هي العلم المفرد والنكرة المقصودة. كما قلنا لا يجوز أن يجمع بين حرف النداء يا وبين الاسم المقترن بأل، ولذلك نأتي بكلمة أيها أو أيتها للتوصل إلى نداء ما فيه أل. لا يجمع بين يا والمقترن بأل سوى في لفظ الجلالة فقط، يا الله، ويجوز حذف حرف النداء يا والتعويض عنه بميم مشددة في آخر الكلمة، نقول اللهم. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درس النداء. أحبابنا الكرام، مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو درس المفعول المطلق وما ينوب عنه. المفعول المطلق وما ينوب عنه. طيب في هذا الدرس لابد أن نتعرف على بعض الأمور، ألا وهي تعريف المفعول المطلق. إيه هو المفعول المطلق؟ سبب التسمية، لما سمي مفعولا مطلقا؟ الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق. أولا المفعول المطلق هو مصدر، يبقى إذن أول حاجة لابد أن نعرفها أن المفعول المطلق هو إيه؟ مصدر منصوب بفعل من لفظه. يبقى هي لفظ المصدر هو لفظ الفعل، مصدر منصوب بفعل من لفظه، توكيدا له أو بيانا لعدده أو بيانا لنوعه. يعني عندما أقول وكلم الله موسى تكليما، عندما أقول ضربت زيدا ضربتين، عندما أقول ضربت زيدا ضربا شديدا. لاحظوا كلمة تكليما وكلمة ضربتين وكلمة ضربا شديدا. كلمة تكليما هنا مفعول مطلق مؤكد لعامله وهو كلمه، يعني قد يستغرب أو يستبعد بعض الناس أن الله عز وجل كلم سيدنا موسى، فإحنا بنؤكد فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى كلمه، وكلم الله موسى تكليما. يبقى إذن كلمة تكليما مفعول مطلق مؤكد للعامل للفعل بتاعه، وهو منصوب بهذا الفعل ولفظه من لفظه. يعني هتلاقوا أن تكليما نفس الحروف بتاعتها هي نفس حروف ايه؟ كلمة. ضربت زيدا ضربتين، كلمة ضربتين هنا مفعول مطلق. طيب هل أكدت العامل وهو ضرب أم بينت عدده؟ لا، هنا لم تؤكد العامل وإنما بينت عدد الضربات الذي ضربها زيد. يعني عندما أقول مثلا ضربت زيدا ضربتين، كم عدد الضربات التي تلقاها زيد؟ ضربتين. يبقى هنا المفعول المطلق بين عدد الضربات التي تلقاها زيد، دي بنسميه مفعول مطلق مبين للعدد. طيب مبين للنوع، ضربت زيدا ضربا شديدا، كلمة ضربا هنا حضرات مفعول مطلق لكنه لم يبين العدد وإنما بين نوع الضرب نفسه،
هل كان ضرب خفيف ولا ضرب شديد ولا ضرب وسط؟ لا، عندما أقول ضربت زيدا ضربا شديدا، هنا مفعول مطلق مبين للنوع، لنوع هذا الفعل. تمام؟ يبقى إذن المفعول المطلق هو مصدر منصوب بفعل من لفظه، يعني لفظ المصدر ولفظ الفعل واحد، نفس الحروف واحدة يا حضرات. تمام؟ هذا المصدر يأتي مؤكدا للفعل أو مبينا لعدده أو مبينا لنوعه. طيب، لماذا يا دكتور سمي مفعولا مطلقا؟ سبب التسمية بذلك أنه غير مقيد بحرف من حروف الجر. يعني احنا مثلا نجد المفعول به، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول لأجله. كل مفعول من هذه المفاعيل أحبابنا الكرام ستجد معه حرف إيه؟ جر. إلا المفعول المطلق ليس معه حرف جر، وإنما ولذلك سمي مفعولا مطلقا، يعني لم يقيد بأي حرف من حروف الجر. طيب، هذا المصدر الذي ينصب مفعولا مطلقا قد يحذف بعد حذفه. هناك بعض الكلمات التي لها صلة بهذا المصدر تأتي نيابة عن هذا المصدر. يعني عندما نحذف هذا المصدر تكليما وضربتين وضربا شديدا، المفعول المطلق قد يحذف وينوب عنه بعض الكلمات. هذه الكلمات التي تنوب عنه لابد فيها من صلة، من صلة قرابة بينها وبين هذا المصدر الذي نابت عنه. طيب، ما ينوب عن المفعول المطلق يا حضرات؟ أول حاجة المرادف بتاعه. يعني مثلا عندما أقول قمت وقوفا، كان المفترض أقول إيه؟ قمت قياما. تمام؟ من الذي ناب هنا عن المفعول المطلق؟ المرادف بتاعه في المعنى، لأن القيام هو الوقوف، ما فيش فرق في المعنى. يبقى إذن الذي ناب عن المفعول المطلق هنا المرادف له في المعنى. طيب، عندما أقول سار القطار سريعا، أصل الكلام إيه؟ سار القطار سيرا سريعا. يبقى إذن الذي ناب عن المفعول المطلق أحبابنا الكرام هنا صفة المصدر، حذفنا المصدر نفسه وناب عنه صفته. طيب، من الأشياء التي تنوب عن المصدر في النصب على المفعولية المطلقة نوع هذا المصدر. عندما أقول رجع الجيش القهقرة، القهقرة أحبابنا الكرام دي معناه نوع من الرجوع إلى الخلف، لكن دون أن يعيد الإنسان وجهه إلى جهة مشي. يعني ما يجي يرجع لورا يرجع هكذا بدون أن هو يعيد إيه؟ وجهه إلى الأمام مرة أخرى. يبقى إذن القهقرة ده نوع من الرجوع. كان الأصل أن يقول رجع الجيش رجوع القهقرة، لكن حذف المصدر وأناب عنه نوعه. يبقى إذن لأن القهقرة نوع من أنواع الرجوع. طيب، عندما أقول ضربت زيدا 3، كان الأصل المفروض يقول إيه؟ ضربت زيدا ضربا 3، حذف المفعول المطلق وأناب عنه عدده. ينوب عن المفعول المطلق أيضا آلته، الآلة بتاعته. يعني عندما أقول ضربت زيدا صوتا، الأصل إيه؟ ضربت زيدا ضربا بالصوت، فأنا حذفت المفعول المطلق وأنبت الآلة بتاع المفعول المطلق عن هذا المفعول الذي حذفته. طيب، من الكلمات أيضا التي تنوب عن المفعول المطلق كلمة كل وكلمة بعض مضافان إلى المصدر نفسه. يعني عندما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تميلوا كل الميل، كلمة كل هنا أضيفت إلى المصدر وهو الميل، فنابت عنه في المفعولية المطلقة. يعني إذن كلمة كل هنا حضرات نائبة عن المفعول المطلق. طيب، أيضا من الأشياء التي تنوب عن المفعول الإشارة إلى المصدر. من الأشياء التي تنوب عن المصدر في النصب على المفعولية المطلقة
الإشارة إليه، يعني أكرمته ذلك الإكرام. كان الأصل أنه يقول إيه؟ أكرمته إكراما، فحذف المصدر وهو الإكرام وأتى باسم الإشارة مشارا به إلى المصدر نفسه. يبقى عندما نعرف كلمة ذلك، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب نائبا عن المفعول المطلق. أيضا من الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق أحبابنا الكرام ضمير المصدر نفسه، يعني جاملته مجاملة، دي ما فيش مشكلة فيها لأنها مفعول مطلق عادي. لا أجاملها، هنا بقى الكلام، الهاء هنا ضمير مبني على السكون في محل نصب لأنها نابت عن المفعول المطلق. جاملت مجاملة لا أجاملها أحدا، يبقى هنا الضمير هنا حضرات ناب عن المصدر، الضمير هنا ناب عن المصدر في النصب على المفعولية المطلقة. طيب ملخص الدرس، ملخص الدرس أحبابنا الكرام إن المفعول المطلق هو مصدر، في الأول والآخر هو إيه؟ مصدر منصوب بفعل من لفظه، بفعل من لفظه يكون مؤكدا له لهذا الفعل أو مبينا لنوعه أو مبينا لعدده. قلنا لما سمي بهذا؟ لأنه غير مقيد بحرف من حروف الجر، كل المفاعيل مقيدة، مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول لأجله، إلا المفعول المطلق لم يقيد بحرف من حروف الجر. كنا أيضا أن هناك بعض الكلمات التي تنوب عن المصدر في النصب على المفعولية المطلقة، يعني قد يحذف المصدر ويؤتى ببعض الكلمات تكون بديلا له ونائبة عنه في النصب على المفعولية المطلقة، مثل مرادف المصدر، صفة المصدر، نوع المصدر، عدد المصدر، آلة المصدر، قل وبعد مضافان إلى المصدر، الإشارة إلى ذلك المصدر، ضمير المصدر. بذلك أحبابنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا وهو المفعول المطلق وما ينوب عنه. أحبابنا الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية ألا وهو أسلوب المدح والذم. ما معنى أسلوب المدح؟ هذا الأسلوب نستخدمه دائما عند التعبير عن أمر ما يستحق الثناء والمدح. بإذن أسلوب المدح هو أسلوب تستخدمه لأمر ما يستحق الثناء والمدح، وأسلوب الذم تستخدمه لأمر ما يستحق الذم والهجاء. فأسلوب المدح دائما ما يكون في الأشياء الممدوحة، الأشياء المحمودة، الصفات المحمودة. وعلى العكس أسلوب الذم يستعمل دائما وغالبا في الصفات المذموم. يعني مثلا أنا أعجبني صفة ما في شخص ما فأنا أمدح هذه الصفة، يعني مثلا أقول مثلا نعم الرجل محمد، أنا بأمدح صفة الرجولة في محمد، نعم الرجل محمد. فنعم فعل جامد للمدح، الرجل فاعل نعمة، تمام، محمد هو المخصوص بالمدح، المخصوص بالمدح. يبقى إذن أركان هذا الأسلوب يا حضرات فعل المدح أو الذم، الفاعل فاعل فعل المدح، بعد كده المخصوص بالمدح أو الذم، تمام. طيب أفعال المدح نعمة وكذلك حبة، أما أقول مثلا حبذا جو مصر، حبذا جو مصر، حب فعل ماضي لإنشاء المدح مبني على الفتح، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجو ده بنسميه المخصوص بالمدح
إما أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني حبذا هو جو مصر. تمام. أفعال الذم عندنا بئس ولا حبذا. طيب، صور فاعل نعمة وبئس يا حضرات. احنا قلنا هذا الأسلوب يتكون من فعل المدح أو الذم، ثم فاعل لهذا الفعل، تمام، ثم مخصوص بالمدح أو الذم. طيب، الصور التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس بقى أربع صور. إما أن يكون فاعل نعمة معرفا بأل، زي نعم الرجل محمد. نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح مبني على الفتح الظاهر. الرجل فاعل نعمة مرفوع علامة رفعه الضمة. محمد مخصوص بالمدح، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أو هو مبتدأ والجملة قبله إيه؟ خبر، والتقدير محمد نعمة الرجل. يبقى فاعل نعمة هنا حضرات جاء مقترنا بأل، وقد يأتي مضافا إلى ما فيه أل. نعم خلق الرجل الأمانة، أين فاعل نعمة؟ خلق. خلق نفسها ليست مقترنة بأل، لكنها مضافة إلى كلمة الرجل المقترن بأل. تمام؟ طيب، فاعل نعمة وبئس قد يأتي عبارة عن من الموصولة أو ما الموصولة. أقول بئس ما تفعل الخيانة. بئس فعل ماضي لإنشاء الذم مبني على الفتح. ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل لبئس، وتفعل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. الخيانة خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ والجملة قبله خبر. طيب، قد يأتي فاعل نعمة وبئس حضرات ضميرا مستترا مفسر بتمييز. بئس خلقا هو الكذب. بئس فعل ماضي لإنشاء الذم. أين الفاعل؟ الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. هذا الضمير قد فسر بتمييز وهو خلقا، يبقى خلقا تعرب إيه؟ تمييز للضمير المحذوف. يبقى فاعل نعمة هنا أتى ضميرا مستترا مفسرا بتمييز. وكلمة الكذب خبر لمبتدأ محذوف، تمام، أو هي مبتدأ والجملة قبله خبر. طيب، يبقى إذن صور فاعل نعمة وبئس إما أن يكون مقترنا بأل، أو مضافا للمقترن بأل، أو يكون عبارة أو يأتي اسما موصولا مثل من وما، أو يأتي ضميرا مستترا مفسرا بالإيه؟ بالتمييز. طيب، كيف نعرب هذا الأسلوب اللي هو أسلوب إيه؟ المدح أو الذم. يعني مثلا نعمة الرجل محمد، هنقول اهو نعمة فعل ماضي جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح. طيب، الرجل فاعل نعم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب محمد هو المخصوص بالمدح، طيب محله الإعرابي إيه؟ مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر. إما أن نعرب محمد مبتدأ مؤخر وجملة نعم الرجل خبر مقدم، أو نعرب محمد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني نعم الرجل هو محمد. تمام؟ طيب، السؤال دلوقتي، هل يجوز تقديم المخصوص بالمدح على الجملة؟ يجوز أن أقول محمد نعم الرجل. أنا هنا قدمت ما؟ قدمت ماذا؟ قدمت المخصوص بالمدح على الجملة. لكن في هذه الحالة يتعين أن يعرب محمد مبتدأ وما بعده إيه؟ خبر. محمد مبتدأ وما بعده خبر. طيب، هل يجوز يا دكتور أن يحذف المخصوص بالمدح أو الذم؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولنعم دار المتقين.
ولنعم دار المتقين، اللي هي ايه؟ الجنة. ولنعم دار المتقين. نعم فعل ماضي جامد لإنشاء المدح. أين الفاعل؟ دار، ودار مضاف والمتقين مضاف إليه. طب أين المخصوص بالمدح؟ محذوف، لأنه معلوم. ولنعم دار المتقين اللي هي المقصود بها الإيه؟ الجنة. ربنا وعدنا جميعا إن شاء الله. طيب، ولبئس مثوى المتكبرين. ولبئس مثوى المتكبرين. بئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم، مثوى فاعل، ومثوى مضاف والمتكبرين مضاف إليه. أين المخصوص بالذم هنا يا حضرات؟ محذوف لأنه معلوم. يعني ولبئس مثوى المتكبرين، يعني النار أعاذنا الله وإياكم منها. يبقى ملخص هذا الدرس أننا نستعمل أسلوب المدح عند التعبير عن أمر ما يستحق المدح والثناء، كذلك نستخدم أسلوب الذم في الأمور التي تستحق الهجاء والذم. فأسلوب المدح دائما ما يكون في الصفات المحمودة، أسلوب الذم دائما ما يكون في الصفات المذمومة والمكروهة. طيب، أفعال المدح، أفعال المدح نعمة وحبة، وأفعال الذم بئس ولا حبذا. طيب، أركان هذا الأسلوب، هذا الأسلوب يتكون من فعل المدح أو الذم، ثم فاعل هذا الفعل، ثم المخصوص بالمدح أو الذم. تمام؟ طيب، الصور التي يأتي عليها فاعل نعمة أو بئس حضرات، أربع صور. إما أن يكون هذا الفاعل مقترنا بأل، أو مضافا للمقترن بأل، أو يكون اسما موصولا عبارة عن من أو ما الموصولة، أو يكون ضميرا مستترا مفسرا بتمييز. كيف نعرب هذا الأسلوب؟ هذا الأسلوب نعربه على النحو التالي. إذا كان نعمة أو بئس نقول فعل ماضي جامد لإنشاء المدح أو الذم، ثم نقول مثلا الرجل فاعل نعمة، ومحمد المخصوص بالمدح، خبر إما أن نعربه خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، أو مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر إيه؟ مقدم. تمام؟ طيب يا دكتور، كما قلنا يجوز أن نقدم المخصوص بالمدح أو الذم على إيه؟ بقية الجملة، ونقول مثلا محمد نعمة الرجل، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون المخصوص بالمدح مبتدأ وما بعده خبر. بذلك أحبابنا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا، هو أسلوب المدح والذم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.